بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى رأينا أنه ينبغي علينا أن نتيقظ أولا حتى نمارس هذا الطريق في مراحله المختلفة بالذكر والفكر والتخلية والتحلية. نراعي أنه محوط بالكتاب والسنة، وأن ملتفتا لا يصل، وأن الله مقصود الكل، وأن طريق الله واحد، إلى آخر ما ذكرناه في هذا المقام. اليقظة حقيقتها معرفة حقيقة الأسئلة الثلاثة الكبرى: من أين أتينا؟ وماذا نفعل هنا؟ وماذا سيكون غدا؟ حقيقتها أن يدرك الإنسان المعنى الحقيقي العميق للا حول ولا قوة إلا بالله، التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من كنوز العرش. لا حول ولا قوة إلا بالله تدل على أن الإنسان لا حول له ولا قوة. ومن هنا تولدت في العقائد مسائل يسأل عنها الإنسان ما دام لا حول له ولا قوة، أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فهل الإنسان مسير أو مخير؟ الإنسان أتاه الله سبحانه وتعالى نمرة واحد العقل، وثانيا هداه النجدين، يعني دل له طريق الخير وطريق الشر أمامك هكذا، وثالثا أعطى له الاختيار ومنحه الاختيار، وهذا مشاهد في أنفسنا: أردت أن أصلي أو أردت أن لا أصلي، وأردت أن أصوم أو لا أصوم، هذا لم يقهرني عليه أحد ولا أجد شيئا يتحكم في إرادتي. الشيء الذي بعد ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى له أمر شرعي وأمر كوني. أما الأمر الشرعي فصلي وصم، وأما الأمر الكوني فهو قد أتى من أن الله سبحانه وتعالى ليس حوله زمان، فإنه لا يحيط به مكان ولا يحيط به زمان. الله خارج عن العالم الذي هو في الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، الله منزه عن كل ذلك. الله سبحانه وتعالى خارج هذا المفهوم، فالرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. الله سبحانه وتعالى خارج الزمان ماذا يعني؟ يعني أن الله في وقت واحد يرى بداية العالم والخلق ويرى نهاية العالم، لأنه عليم، علمه لا يزيد، علمه مرة واحدة هو علمه لا يزداد ولا تحدث الحوادث في ذاته تعالى، بل يرى البداية ويرى النهاية مرة واحدة. أنت داخل هذا الزمان، رآك الله قبل ذلك بملايين، بمليارات، بآلاف، بمئات، ليكن ما يكون، ولكن رآك الله سبحانه وتعالى وعلم ما الذي ستختاره، وهو قد ترك لك الاختيار. فإذ بك لا تصلي، فكتبك أنك لا تصلي، فلا يكون في كونه إلا ما أراد كونا لا ما أراد شرعا، هو أراد أن تصلي، وأخبرك وفهمك وعلمك وهداك وأعطى لك فطرة وعقل واختيار وتركك، ومن أجل ذلك ستحاسب عليه، وسجل ما الذي كان، تركك تفعل ما تشاء، فاخترت عدم الصلاة فكتب عليك عدم الصلاة، فلما جئت إلى اليوم وتركت الصلاة كالمكتوب،
كان ذلك من علمه لا من إرادته. أنت الذي خالفت، أنت الذي عصيت، أنت الذي فعلت وفعلت. ولكن كل هذا من أوله إلى آخره بما فيها اختيارك، بما فيها تعليمك، بما فيها هديتك للنجدين، بما فيها الخير، بما فيها غير ذلك، كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. لو ضربنا مثلا للتقريب بالسينما، فنجد أن هناك فيلم يذاع على شاشة يري لك قصة وأشخاصا وألوانا. لو أنك أطفأت ماكينة العرض ينتهي الأمر من الشاشة. لو أن الله أطفأ ماكينة الخلق لفنينا، لانتهينا نحن كأننا صور. هذه الصور تنتهي. فالله له إمداد وخلق فينا استعدادا، فبالإمداد والاستعداد يحدث الإيجاد. إحنا موجودين ليه؟ لأن ربنا خلقنا، عندنا قابلية للعرض هكذا. وهذه القابلية للعرض سبحانه وتعالى قادر على إنهائها، وقادر على إيقافها، وقادر على إفنائها. وهذا ما سيكون يوم القيامة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله تجعلك تتيقظ على هذه الحقيقة، أنك تحتاج إلى الله والله لا يحتاج إليك. فهو قيوم السماوات والأرض، أنت قائم به وبإرادته، لكنه قائم بنفسه. أنت لك بداية ولكن الله لا بداية له، ولك نهاية ولكن الله لا نهاية له. وأنت داخل الزمان والمكان والله منزه عن الزمان والمكان. وأنت لا حول لك ولا قوة والله له الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن نفهم كنز من كنوز الرحمن. لماذا؟ لأن هذا الكنز عندما نفهمه سيحدث لنا حسن التوكل على الله. سنتوكل على الله حق توكله. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. عندما ندرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله بهذا المفهوم الواضح، وأننا بيد الله، وأن الأمر كله في هذا الاستعداد وهذا الإمداد من أجل هذا الإيجاد، ندرك تماما منة الله علينا، وعلى أننا نبقى زمانين ونستمر بهذا الشأن. لو أدركنا حقيقة الدنيا وأنها 3 دقائق لمن عاش 100 سنة، هانت علينا الدنيا وأصبحت شيئا قابلا للصبر عليه. ولكن إذا رأيناها 100 سنة قد يمل الإنسان، لو رأيناها 100 سنة قد يفقد الإنسان صبره، لكن لو رأيناها 3 دقائق يعيننا هذا على أنفسنا وعلى البعد عن المعاصي وعن القرب من الطاعات. اليقظة أول مراحل الطريق. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.